أنا السلام عليكم وصلت باك فاسيلت، مرحبا بكم. اليوم غنشوفوا ان شاء الله تضمين الوسع الجزء الثاني. اذا في البدايه غنذكروا بسرعه داكشي اللي قلنا في الجزء الاول. قلنا بانه كان عندي واحد الاشكال، كانت عندي واحد المعلومه اللي هي تساوي اشاره يراد نقلها، يراد نقلها بمعنى ان هذه الاشاره او هذه المعلومه بغينا نوصلوها لواحد البلاصه. مثلا بغيت نصيفتها مثلا من اكادير مثلا الى مدينه طنجه، اشاره يراد نقلها. المشكله ديال هذه الاشاره ان ترددها، قلنا بان ترددها ضعيف جدا او صغير جدا، ضعيف جدا، وبالتالي فهي لا تستطيع الانتقال لمسافات بعيده. ترددها ضعيف جدا، هذا يستلزم انها لا تستطيع الانتقال لمسافات بعيده. ورمزنا التردد ديالها بتيت اف، بتيت اف دنا اف ديال لو سينيال، يعني تردد الاشاره. إذا هذه المعلومة أو هذه الإشارة محتاجة إلى موجة حاملة، موجة حاملة يعني تحمل المعلومة، أي تحمل الإشارة. دونك هناك أيضا ماذا؟ موجة حاملة. هذه الموجة الحاملة لأن ترددها كبير جدا، خص يكون عندها تردد كبير جدا، نرمز له ب اف لا فريكونس ديال البورتور، يعني التردد الحامل. دونك هنا هذه ترددها كبير جدا، تحمل معها الاشاره، اي تنقل معها الاشاره. ولكن الذي يحدث انه لما الموجه الحامله تحمل الاشاره، الذي يحدث انه يتغير، كيتغير احد مميزات الموجه الحامله. تتغير الموجة الحاملة تحمل إشارة، هذا يستلزم تتغير إحدى ميزات الموجة الحاملة. والميزات اللي كاينين ديال التوتر الجيبي هما الوسع والطور والتردد. حنا غنشوفو تغير الوسع أو تضمين الوسع، أي أن الوسع غنشوفو تضمين الوسع، اي ان قلنا الميزات اللي كاين اشناهما، كاين التردد اف، كاين الطور في، وكاين الوسع اي ام. اذا هادو هما الميزات اللي كاينين. اذا كان هناك تضمين للتردد، ما معنى تضمين للتردد؟ يعني ان التردد يتغير بمرور الزمن، ستصبح لدى اف لتي. تضمين الطور سيصبح في لتي، وتضمين الوسع سيصبح اي ام لي تي، اي ان الوسع سيتغير بدلاله الزمن. حنا غنهضرو فقط على الحاله في المقر ديال البكالوريا، غنهضرو فقط على الحاله البسيطه اللي هي تضمين الوسع. ارانيا كيف يكتب التوتر الجيبي بصفه عامه؟ يكتب اي تي كتساوي اي ام كوسينيس دو بي فوا اف فوا تي بلس في. هنا كاينين المميزات الثلاث، كاينه اي ام اللي هي الوسع، وكاين اف اللي هو التردد، اي ام قلنا الوسع، وكاين اف اللي هو التردد، وكاين في اللي هو الطور، طور في لحظه تساوي صفر. اذا بالنسبه لنا لما سيصبح هناك تضمين للوسع، يعني هذا الوسع غيتغير بمرور الزمن، سيصبح هذا التوتر الجيبي يكتب على شكل اي تي كتساوي اي ام لي تي. لاحظ انني كتبت الوسع بدلاله الزمن، وبقيت التعبير لا يتغير، كوسينيس دو بي فوا اف فوا تي بلس في. الان غندخلو الى صلب عمليه تضمين، ثم سننتقل الى محتويات الجزء الثاني، وسندرس كيف يتم ازاله التضمين بطريقه بسيطه جدا 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 مع الكامل. بون، الان شفنا الضاره المتكامله المنجزه للجدول. اذا شفنا الضاره المتكامله دي 633، قلنا بان لديها مدخلين ولديها مخرج. هنا كاين لونتخي واحد، وهنا كاين لونتخي اثنان، وهنا كاين توتر الخروج، وهنا كاين لاسورتي. اذا هنا كنا كنطبقوا توتر الاشاره اللي هو اس تي
زايد المركبة المصممة للتوتر. وبعض التلاميذ سألوني قالوا لي ما شفتيش المركبة المصممة للتوتر سيكون ذلك اليوم إن شاء الله. هنا أولي اثنان سيكون هناك الموج الحاملة بي تي، هنا سنجد توتر الخروج اللي فيه توتر مضمن الوسع. الآن ندخل لصلب الموضوع وندخل لعملية إزالة التضمين. ليأتينا في الجزء الثاني إزالة التضمين. إذا الموجة الحاملة نورمالمون الموجة الحاملة كاين الإشارة، أي الموجة المضمنة بكسر الميم، الموجة المضمنة. إذا هذه الإشارة قلنا ترددها صغير، ترددها صغير. ماذا يعني ذلك؟ أن الدور ديالها كبير، دورها كبير، لأن العلاقة F تساوي 1 على T، تستلزم T تساوي 1 على F. كلما كان الدور كبير، كلما كان التردد كبيرا، كلما كان الدور صغيرا، والعكس بالعكس. كنلقى الإشارة دايره هكا، وفي أسميتو كتلقاو مع تلك هنا محور الزمن تي بالسكوند أو الميلي سكوند ولا أي حاجة من وحدات الزمن، يعني وحدات الزمن هي الثانية أو أجزاؤها، وكنحددو تي هنا، كنحددو تي ميبيان بهذه الطريقة. هذا هو دور تي. إذا التردد هنا كيبان دور كبير، غتكون إف كتساوي 1 على تي، وبالتالي التردد ديال الإشارة غيكون هنايا صغير. هكا داير الشكل ديال الإشارة. الموجة الحاملة أو الموجة المضمنة عندها تردد كبير، إذا عندها دور صغير، وكتكون دايرة بحال هكا. فهمت لها بلون أزرق، نتمنى نعرف النص مزيان. إذا كيكون عندها شكل بحال هكذا. دونك غالبا في معظم التمارين، مثلا عذروني الرسم ديالي تقريبي ما سميتو، على أي حال كيكون مطلوب منك مثلا تحدد هنا في بعض الامتحانات أو الوطنيات أو ما إلى ذلك، غيكون مطلوب منك مثلا تحدد إف بي، يعني تردد الموجة الحاملة. هنا لأن هاد نورمالمون خصني أولا نجبد أش، نجبد تي بي، نجبد أولا الدور ديال الموجة الحاملة. هنا الدور هو هاد سميتو، ولكن صغير جدا. أش كنديرو بزاف؟ مثلا كناخد من هنا لهنا، كنت أنا جبدت تي، ياك؟ كنت جبدت تي، تخيل مثلا لقيت تي مثلا كتساوي مثلا 2 سكوند مثلا، كنحسب هنا كنقول 1 2 3 4 5 6، كنقول مثلا 6 تي بي، هذا تي بي، 2 تي بي، 3 تي بي، 6 تي بي، تساوي تي اس. تي بي يعني دور الموجة الحاملة، و تي اس دور الإشارة. معنى ذلك أن تي بي تساوي تي اس على 6. إذا تي اس لمي طلعت مثلا 2 سكوند على مثلا على 6، إذا 1 على 3 مثلا، هذا غير أمثلة، ما تعطيني 0 غير 3 دونك سكوند. هذا إذا تردد اف بي غيكون هو 1 على تي بي، وغنلقى واحد التردد اللي غادي يكون غيكون كبير بالنسبة لتردد الإشارة. أرى ليا ملي كيخرج هي توتر مضمن الوسع، توتر الخروج، كيفاش كيكون الشكل؟ كيكون عندي الشكل هكا، ما عليناش، كنتمنى نكون رسمتو بشكل معقول. ياك هنايا الموجة الحاملة،
إذا هذا هو التوتر المضمن الوسع أو لا توتر الخروج. الإشارة اللي أنا كنقلب عليها، الإشارة اللي كنقلب عليها هي هنا الإشارة. الآن غنشوفوا عملية إزالة التضمين، عملية إزالة التضمين كيف سأسترجع هذه الإشارة، كيفاش غنسترجع هذه الإشارة. إذا لأجل ذلك لاحظوا أيها التلاميذ الأعزاء، تبعوا معي دابا الآن، غتكون أمور بسيطة. عملية إزالة التضمين ضروب، عملية إزالة التضمين. إذا كيكون عندي واحد تجميع لضربات بحال هذا الشكل، إذا هنا في المرحلة الأولى نقسم هنا، إذا في المرحلة الأولى هنا سنستعمل صمام ثنائي. الصمامات الثنائية كنا شفناهم في جذع مشترك علمي، صمام ثنائي غنحطو هنا. ثم بعد ذلك اشنو غنستعملو في هنا؟ غنستعملو ضرائب سي مركبة على التوازي اغ سي. إذا غندير مكتف مع وشيعة غيكونوا مركبين على التوازي، وكتلاحظوا اغ سي. ثم هنايا غندير واحد ضرا اغ سي غنركبها على التوالي، غندير اغ وغندير هنايا مثلا سي، وغنشوفوا الدور، غنشوفوا الدور ديال هادو. على اي حال عندي ثلاثة ديال المراحل، هنا كاينة المرحلة الأولى، هنا كنشوفوا اش كندرسوا عملية إزالة التضمين كيفاش غتتم عمليا، وغنشرحوا المركبة المستعملة للتوتر وجميع الأسرار تقريبا. هنا المرحلة الأولى، هنا المرحلة الثانية، وهنا المرحلة الثالثة. إذا هذه ثلاثة المراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. أرى نشوفوا هذا الشكل اللي كنت رسمت هنا، غنعاودو نرسمو الفوق باش نفهمو أشنو كيطرى. عفوا أيها التلاميذ الأعزاء، بعض المرات الرسم كيكون بالنسبة لي صعيب، ولكن نحاول. إذا نفس الشيء، ما عليناش، شكل تقريبي. الآن إلا قسمنا هذا فهنا سميتو محور التماثل. الآن المرحلة الأولى أش كيدير هذا الصمام الثنائي؟ الصمام الثنائي معروف عليه أنه يسمح للتيار بالمرور في الملح المباشر فقط، يعني لا يسمح بالمرور في الملح المعاكس، فبالتالي التوترات السالبة تحدث. هذا الصمام الثنائي يسمح للتيار الكهربائي بالمرور في الملحى المباشر، هذا يستلزم اشنو؟ التوترات السالبة يتم حذفها. التوترات السالبة سيتم حذفها. اذا هذا الصمام الثنائي اشنو قلت؟ يسمح للتيار الكهربائي بالمرور في الملحى المباشر، اذا التوترات السالبة يتم حذفها. فين كاين التوترات السالبة؟ هذا محور ديال التوتر، وهذا محور ديال الزمن. اذا كاع داكشي كاين في الفوق هنا كاين الصفر، كاع داكشي كاين في الفوق فهو توتر موجب، وداكشي كاين في التحت هو توتر سالب. اذا غيتحذف هذا النصف السفلي وغيبقى النصف العلوي بعد المرور من هذه المرحلة. اذا غنحصل على شكل داير بحال هكا.
إذا الشكل بحال هكا غيولي عندي. الدارة المتوازية إغسي كتسمى فيلتر باسبا، يعني مرشح ممرر للترددات المنخفضة. ما معنى هذه الجملة؟ مرشح ممرر للترددات المنخفضة، يعني أنه يسمح فقط للترددات المنخفضة، يسمح فقط للترددات المنخفضة بالمرور. هذا سيسمح للترددات المنخفضة بالمرور، وبالتالي سيزيل الترددات العالية. إذا شكون اللي عنده تردد عالي؟ هذه الموجة الحاملة، هذه الموجة الحاملة عندها تردد عالي، عندها تردد عالي، إذا غادي يحيدها هذه الموجة الحاملة، يحيدها، وسنحصل بعد المرور من المرحلة الثانية سنحصل على هذا الشكل. ردوا معايا الباب. الآن حيدنا الموجة الحاملة اللي عندها تردد كبير، بفضل ماذا؟ بفضل مرشح ممرر للترددات المنخفضة. ممرر يعني أنه يسمح فقط للتوترات اللي عندها ترددات منخفضة بالمرور. شكون اللي عنده تردد منخفض؟ الإشارة. إذا غيسمح الإشارة بالمرور ويحذف لنا الموجة الحاملة اللي عندها تردد مرتفع، هاي الموجة الحاملة تحذفات. الآن أشنو هو الدور ديال المرحلة التالتة إغسي؟ هذا كان بقى عندي واحد المشكل، هذه خصها ترجع كيما كانت عندي في الاول. في الاول الاشاره غتكون بحال هكا، اذا خصها تهود لان هذا بطل طلع. لاجل ذلك سنحذف المركبه المستمره للتوتر اي زيرو اللي كتسمى ايضا توتر الزيحان في المبادره. المركبه المستمره للتوتر اي زيرو اسمها توتر الزيح. اشنا هو التوتر الزيح؟ الى جيت انا رسمت هنا واحد المحور بحال هكا، نورمالمون غيكون كيقسم هادي، نورمالمون كيقسم هادي على جوج. هنا كنحددو مبيانين في هنا، في هنا اولادي غتلقى مبيانية اي زيرو اللي هي المركبة المستمرة للتوتر. اي زيرو كنحددوها مبيانين بهاد الطريقة. انا غادي نعاود ندير شكل اخر نبين فيه هاد القضية، عندنا وعسى نرسمو بشكل مقاد. إذا هذه إلا قسمتها على قسمين قادين تو سامبلومون إي زيرو إي زيرو هكا، إذا غنزل الشكل ديالي ملي غتحذف إي زيرو غادي ينزل باش يتقد هذا المحور هذا مع هذا المحور ونتقلو الشكل بحال هكا. وغنحصل على الإشارة كما كانت قبل، يعني استرجعت الإشارة ديالي، وهكذا تتم عملية إزالة التضمين. هكذا تتم عملية إزالة التضمين. كنتمنى أنه يكون واضح، يعني أحد داك التوتر الزيح ديك الإزاحة باش تزاد المنحنى الفوق هو التو، عاوتاني باش يكون بتوتر الإشارة كما كان في الأصل ديالو. إذا شفنا بأن هذه عملية إزالة التضمين باش أنها تكون بشكل جيد لابد أن يكون هناك شرطين. اولا خص قلنا شرطين، الحصول على تضميني جيد، هادو ذكرتهم في الجزء الاول لا باس من اعاده التذكير. قلنا اولا خص اف بي تردد الموجه الحامله يكون اكبر بكثير من تردد الاشاره، وقلت على الاقل تردد الموجه الحامله اف بي يكون اكبر 10 مرات من تردد الاشاره. هذا الشرط الاول ضروري. الشرط الثاني شفنا بان نسبه تضمين ام اللي هي كتساوي اس ام على اي زيرو لابد ان تكون ماذا؟ لابد ان تكون اصغر من واحد. هذا معناه ان اس ام خصها تكون اصغر من اي زيرو المركبه المستمره للتوتر. هذا شرط الحصول على تضمين جيد.
ثم قلنا بالنسبه لاستعمال ديال رسم التذبذب، فاذا كان عندي تضمين جيد فيجب ان احصل على شكل ديال شبه منحرف، شكل ديال شبه منحرف اي شكل اخر، معنى ان التضمين ديالي غير جيد او نقول انه رديء، يعني تضمين رديء. اذا ثم شفنا الطريقه باش كنحسبوا هذه نسبه تضمين ام، نسبه تضمين ام. دونك قلنا بان هنا كاين اي ماكس وهنا كاين اي مين، وبالتالي نسبه تضمين ام غتساوي ليا اي ماكس ناقص اي مين على اي ماكس زائد اي مين. اذا هناك علاقتين تمكنان من حساب نسبه التضمين. كنتمنى انه يكون هذا الشيء واضح. وصلت بك فاسيل، تشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.